كابتن سمير عثمان لك حق الرد، عندك تعليق على الحالات؟ يعني الحكم طبعا شخصيته قويه جدا، بس نرجع للحاله اللي هي ركله الجزاء، الحاله الثالثه في الدقيقه 40، نشوف الحاله كده مع بعض، ان الكوره كانت رايحه خارج منطقه الجزاء، حارس المرمى زي ما احنا شايفين دلوقتي راح ياخد الكوره، دخل بالكوره برجله والكوره خلاص اصبحت هتصبح تحت سيطرته، يعني زي ما احنا شايفين دخل برجله جاب الكوره، تمام؟ الكوره خلاص تحت سيطرته في الصوره القريبه هنشوفها، تمام؟ فجيت وامبا هو اللي لعب ببوز الجزمه عشان يستخلص الكوره، اللي انا شايفه هنا ان في ركله حره مباشره على توامبا مهاجم نادي التعاون، لان الكوره هنا في حيز خلاص السيطره بتاعت حارس المرمى، يعني زي ما احنا شايفين هي ايديه خلاص نازل تمسكها الكوره وهي على الارض، فزي اللي انا شايفه طبقا لتقديري انا في الكوره دي ركله حره مباشره على توامبا وليس ركله جزاء على البطل. طيب متى يا كابتن سمير متى يكون حارس المرمى مسيطر على الكره؟ اذا سيطر على الكره واللاعب اخذها من يده، هنا الكره حره بين الحارس وبين المهاجم، وبالتالي المهاجم نجح في لعب الكره والحارس المرمى قام بعمليه العرقله. لو كان حارس المرمى لو وضع طرف يده او جزء من يده على الكره اقول انه هنا المهاجم قام بعمليه تهور باستخلاص الكره من حارس المرمى، لكن هنا المهاجم لعب الكره قبل الحارس والحارس الكره لم تكن في سيطره الحارس وبالتالي ارتكب المخالفه. هذا القانون يقول كده ولكن رايك يحترم. مع احترامي لحضرتك طبعا كلامك جميل، بس برضو اللي انا بقوله برضو ده قانون يا كابتن، طبقا لتقديري اللي فهمي للقانون هنا حارس المرمى رايح يجيب الكره والكره على الارض، الكره ماشيه على الارض زي ما احنا شايفين، سيطره حارس المرمى خلاص بيمد ايده في منافسه عادله بين الاثنين، ده مد رجله بالشكل ده يبقى مش تهور، ده اهمال على توامبا. طيب. يعني الكره دي ركله حره مباشره على توامبا وليست ركله جزاء. طيب حارس المرمى يا كابتن اذا كان مسيطر على الكره وتركها في الهواء هذه تكون تحت سيطرته ايضا لو كانت في الهواء، لكن بالنسبه لهذه اللعبه الكره لم تكن في سيطره حارس المرمى وبالتالي قرار الحكم انا في رايي وفي راي القانون انها ركله جزاء صحيحه. لا في رايك انت، ما هو برضه لا انا اقول راي القانون مو رايي انا، مو رايي انا، راي القانون، راي القانون متى يكون حارس المرمى مسيطر على الكره؟ إذا كانت الكرة الآن حرة، حارس المرمى ما لعبها بيده، لعبها بقدمه إلى داخل منطقة الجزاء، وبالتالي المهاجم أخذ الكرة من الحارس، الحارس لعب الكرة بقدمه، ما لعبها بيده إنه داخل منطقة الجزاء وحاول يسيطر عليها، وبالتالي المخالفة كانت موجودة على حارس المرمى.